مستشفى طنطا الدولي تم الانتهاء من بنائه من 8 سنوات عشان يخدم 5 محافظات في الدلتا بمعدل 20 مليون مواطن سنويا. المستشفى فيه 150 حجرة، منها العمليات والغسيل الكلوي والجراحات الدقيقة والعناية المركزة، لكن للأسف لم يتم تشغيلها حتى الآن بسبب نقص التجهيزات. تعالوا نشوف التقرير ده عن المستشفى، ويا ريت نقدر نساعد عشان نكمل ونشغل المستشفى. المستشفى مجهزة على أعلى تجهيزات ومصممة على تصميم فرنساوي وأسندت للمقاولين العرب، ومن 8 سنين خلصانة، ولكن وقف على شوية تجهيزات يعني في حدود 70 مليون أو 75 مليون في يعني في نفس ممكن أو 80 مليون عشان نقدر إن إحنا بقية التجهيزات اللي هي عاوزة تجهز عشان نقدر نطلع بالصرح الكبير ده تخدم 5 محافظات حوالين محافظة الغربية. احنا هنا في أوضة عمليات، الأوضة دي واحدة من 15 أوضة عمليات كلهم على أحدث طراز معمولين بطريقة الكبسول، الحيطان ستينلس عشان تعقيم، الأرض معمولة أنتي ستاتيك علشان لو أجهزة كهربائية، لو حتى الأنجلز بتاعت الأرضية مدورة عشان ما يحصلش فيها أي نوع من أنواع البكتيريا تبقى فيها. الأوضة هنا دي واحدة من 3 أوض متبرعة اتبرع علينا بيها، تكلفتها كل أوضة في حدود مليون إلى مليون ونص. احنا ما زال فاضل لنا 12 اوضه محتاجين تجهيزهم، محتاجين الاجهزه بتاعت كل العمليات الاخرى زي عمليات النساء، عمليات الانف والاذن، عمليات الرمد، الميكروسكوبات الالكترونيه، الاساطر القلبيه، تجهيزات العنايه المركزه، المونيتورز بتاعتها، اجهزه الصدمات، الحضانات، ممكن اجهزه الغسيل الكلوي، كل دي حاجات لسه ما زالت ناقصه بالنسبه لنا في المستشفى. التجهيزات هنا في مستشفى طنطا العالمي دي على اعلى مستوى، فيها المطابخ وفيها المغسله وفيها المحرقه وفيها المشرحه، يعني فيها حاجات كتير، والمعامل والمدرجات على اعلى مستوى، وبنتمنى ان هي تشتغل يعني في اقرب فرصه. عن تكلفه انشاء المستشفى حضرتك 180 لغايه 200 مليون جنيه، لو كلفت دلوقتي تكلف اكثر من 500 مليون. المستشفى اساسا مصمم على انها تستوعب اكثر من 650 سرير، ده بعد التخفيض يعني، وهي مجهزة بكل حاجة يعني الغازات الطبية، التكييف، العمليات، مدني على أحدث مستوى يعني. عندنا مستشفى 1000 سرير، في 500 جاهزين للافتتاح، قابلة للتوسع، مبنية على مساحة 4.5 فدان، يعني ده مستشفى جاهزة للتجهيز، يعني المستشفى نفسها كبنية أساسية موجودة محتاجة أجهزة. هذه الأجهزة تصل من 120 ل 200 مليون جنيه، تم تدبير 60 مليون جنيه بجهود غير عادية من مجلس إدارة المستشفيات ومن الجامعة ومن أعضاء التدريس ومن نشاط من الطلاب في هذا المجال، وباقي 60 مليون جنيه إذا كنا هنعمل المرحلة الأولى، و 80 مليون جنيه آخرين إذا كنا نستكمل المرحلة الثانية. هتقدم خدماتها للفقراء. اطمن برضه المريض الفقير انه هيدخل بتذكره زيه زي المريض القادر بالظبط، محدش هيعرف انه مريض فقير الا المحاسب اللي هيحاسب التذكره، لان في لجنه زكاه في مجلس الامناء اللي تم تشكيله قادره على صرف على المرضى الفقراء لحد 200 مريض من ال 500 سرير اللي جاهزين للتشغيل. دي مشاريع جاهزه وحاضره تحتاج دعم رقم واحد من مجلس الوزراء، نتبنى هذا المشروع كمشروع قومي للمحافظات المجاوره والمحافظه الغربيه، ومن رجال الاعمال، لان دي هتظهر في الصوره كمشروع يفيد فعلا المرضى ويقدم خدمه طبيه على اعلى مستوى، واحنا عندنا جديه واصرار على افتتاح هذه المستشفى.